فريق مفتوحة لتحقيق انتصار كبير والمايسترو يقود هجوم مرة أخرى بما النبلة الدرية وهدف رابع هدف رابع لجوفينكو هي الدوبيتا ثنائية لجوفينكو ورباعية لليوفي 4-0 اليوفي يتقدم على حساب أودينيزي وثاني أهداف جوفينكو هذا الموسم شوفوا الإعادة الكرة من بيرلو لجوفينكو في غياب للضغط من جانب لاعبي فريق أودينيزي أودينيزي متعب ومنهار ويلعب بعشر لاعبين واليوفي يستغل ذلك اليوفي ما يرحمش السيد العجوز هي بلسمة جميلة وأيضا سبيتاتا